أكدت هيئة البحرين للثقافة والآثار أنها تواصل العمل من أجل تعزيز مكانة المواقع الأثرية في مملكة البحرين من خلال الترويج لتاريخها وأهميتها محليا وإقليميا واستقطاب الجمهور إليها عبر فعاليات وبرامج مبتكرة. واحتفالا بمناسبة اليوم العالمي للأثار والمواقع والذي يصادف اليوم 18 من إبريل تحت شعار تغييرات التراث، قال سعادة الشيخ خليفة بن أحمد بن عبد الله الخليفة رئيس هيئة البحرين للثقافة والآثار، قال إن الاحتفاء بمواقع البحرين الثقافية لا يتضمن فقط التركيز على ما تحمله من قيم تاريخية وجمالية وثقافية، بل يجب أن يكون فرصة من أجل إلقاء الضوء على التحديات والتهديدات التي تواجهها، موضحا أن هيئة الثقافة تضع من أجل ذلك استراتيجية هادفة لاستدامة هذه المواقع وحفظها للأجيال القادمة. هذا وتضم مملكة البحرين 3 مواقع للتراث العالمي مسجلة على قائمة منظمة اليونسكو، وهي قلعة البحرين، الميناء القديم وعاصمة دلمون، ومسار اللؤلؤ الشاهد على اقتصاد جزيرة، وتلال مدافن دلمون.